ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لأبي هريرة في السنن: والله لن ترضى إلا إذا رضي قلبك، لن تقتنع إلا إذا اقتنع قلبك. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: وهل النعيم، وهل النعيم، وهل النعيم إلا نعيم القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ أي والله، والله إن النعيم هو نعيم القلب في هذه الدنيا.